الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم كثير، واليوم راجعين لكم بتحدي بفكره جديده كالعاده، وبتحدى اخواني في تحدي رهيب. شوفوا بس للمره جد ترى التحدي ما في رحمه، يعني وش حاط؟ يعني حاط اشياء قويه صراحه، بس يضحك شو يضحك الحين، خلي يجي دوره. انا بضحك على دحوم. بس قبل ما نبدا تنسون زر لايك والاشتراك في القناه، تكفون لايك واشتراك. اخواني مستعدين؟ اوكي، زي ما تشوفون هذه الطاوله فيها دوائر، كل دائره فيها شيء، واضح؟ يلا. كل دائره فيها شيء، بس بشرط ما تفتح بيدك، تنط وتدخل جوه الدائره واللي فيها يكون لك. والله واضح؟ طيب لو في شيء ذا ما اشكلتك، تبي تنسحب؟ لا كنز هو. طيب دقيقة، في واحد منكم اليوم كان بيطلب شيء أونلاين، من هو؟ أنت؟ إيه. أتحدانا أعطيك كوبون خصم، وأنا ما أدري من وين تطلب وبيضبط معك. كيف كذا؟ عندي لكم تطبيق، لك أنت ورخواني وللمتابعين، بيفيدكم بأكواد وكوبونات خصم. خلوني أوريكم التطبيق. التطبيق هذا صراحة مرة رهيب، اسم التطبيق المتسوق. فكرة التطبيق ببساطة يجمع لك أقوى كوبونات الخصم من المتاجر والتطبيقات المعروفة. يعني باختصار التطبيق يوفر عليك الوقت وفلوس بعد. دخلنا التطبيق الحين ببساطة، لو نروح كوبونات الخصم راح تلاحظون أغلب المتاجر المشهورة والمعروفة موجودة. ومو بس كذا، إذا ما كان المتجر اللي أنت تبغاه أو التطبيق متوفر هنا، تقدر تكلمهم يوفرون لك كوبون خصم خاص بالتطبيق المطلوب. لما ندخل على قائمة الكوبونات، مثلا أبغى كوبون خصم في تطبيق نون، يعني مثلا ببساطة دخلنا على هذه، شوفوا طلع لي كوبونين خصم بعد، أسوي نسخ الكود وخلاص أستخدمه على طول. وفي شيء ميزة ثانية اللي هي عروض وتخفيضات، زي ما تشوفون قائمة بعروض وتخفيضات من متاجر وتطبيقات مختلفة. والشيء اللي أعجبني صراحة اللي هو كوبون الخصم المؤقت، يعني يحطون لك وقت معين في كوبون خصم تستخدمه. يعني حلو إنك تدخل هذا التطبيق بشكل يومي تستكشف الكوبونات الموجودة. صراحة تطبيق المتسوق أعجبني، ومهم يكون في جوالك، لأنهم يوفرون كوبونات خصم حصرية ما تلقاها إلا بهذا التطبيق، وبصراحة عندهم أكواد خصم لأي تطبيق أو متجر يجي في بالك. طيب بحط لكم رابط تحميل هذا التطبيق الجميل اسمه المتسوق تحت في الوصف، مهم مرة صراحة، ويوفر عليك فلوس وجهد ووقت البحث، فحملوه واستمتعوا. ايش رايكم في التطبيق؟ والله يعني اي جود واي تطبيق تبغاه موجود. حلو، بس فكره التحدي واضحه؟ واضح. تنط جوا الدائره. سعود يعني. اي مشكلتك انت. لا 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 وزنها. في شرح ولا اشرح لهم؟ لا اشرح لهم. في سهم هنا زي ما تشوفون، اذا جاء دورك تسوي كذا. وقف السهم تاخذ الكوره هذه الفتحه. الدائره هذه. انط كذا. ايه تنط فوق. لا تكسر شيء. كرسي و ايوه كيفك واضح؟ من يبدا الاول؟ انا لا 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 انا بختار، انا اللي مسوي التحدي بختار. ابدا انت. رخيص صح؟ ها يمكن رخيص ما ادري. يلا الان دور سعد، نقول بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوه وش طيب؟ ما ادري بس شكله يا ويلي. انا مجهز لي شكله. طلع لسعد هذه الدائرة لازم ينط جوا الدائرة، واللي يطلع له فيها ياخذه او يكون له. لا شوف انا متفائل. متفائل اليوم الاخضر. دامك انت بديت اول واحدة متفائل. يا سعد خايف انك حاط شوك كذا. حاط ايش؟ شوك. لا والله كذا مو انا احسك ودي اللي حاط اشياء توجع. ما ادري يمكن. مستعد يا سعد؟ بس شوف اذا كسرت شيء ثاني يا ويلك، فاهم؟ مستعد يا سعد؟ عدونا من ثلاثة ويطول. يلا ثلاثة اثنين واحد يلا. اوه ايش طلع لك؟ من بدايتها كذا طلع له مويا وكسر علينا الدهن. اطلع ايش من بدايتها كذا يعني؟ ايوه ما في رحمة. مو قلت لك ما في رحمة؟ يلا البوكس الاول الصندوق الاول طلع. الجولة الاولى خلصت وسعد جاب العيد. والله سوالي صار ثقيل في المويه. ابي الان دور عبد الله. يلا حرك السهم ونشوف. واحد اثنين ثلاث. اوه السهم جاء هنا. يلا نشوف. بالضبط الاصفر. على الاصفر بالضبط.
يعني يلا حطوا زينه ما في اصبع. حطوا لنا الكرسي ونشوف. بسم الله. دخل قلت تتوتر ايه توتر يا رجل ما تدري ايش سوى. سم بسم الله يلا والله اني واحد عبد الله اثنين ثلاثة اوه بسم الله بسم الله كور الحمد لله مو بمويه. انزل 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 والله الحمد لله اني كنت متوتر انه مويه ما ردك سؤالك ايش فيه. طيب الان دور مين؟ دحوم اكيد دحوم والتوتر واحد اثنين اوه هنا جنبي جنبك والله جنبي شكله ماي شوف الاثر صديق الماء لا هذا الاثر عقب جنب الكرسي جيب الكرسي جيبوله اوه مستعد؟ يلا ترى يمكن يطلع لك شيء حلو يعني في شيء حلو ايش عندكم فلوس كذا؟ فيه طيب الان باقي عندنا واحد اثنين ثلاث اربع خمس خمس دوائر اوكي للحين ما طلع شيء زين يعني يمكن الكور حقت عبد الله هذا زين هذا افضل شيء لا في كذا المستوى لا في قل لي من الحين نمشي الله يسلمك يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله دائره وش لون هذه اخضر سماوي الله يستر والله حد شيء ما يعرف دقيقة والله يا ابو سعود اني اخاف انك حاط شيء زين نروح عليه والله ما ادري ولا شيء خليه يروح ترى يمكن كلها شيء زينه خله يروح يلا يا ابو رجل وش مسوي مصاب يصرخ يلا عدونا عدونا ثلاثة اثنين واحد وش الانفجار بلونة يا سلام ابو مويه جا فلوس هات يستاهل الله عطى سوال ثقيل و100 يستاهل حلو اشتري سوال جديد الحمد لله سمعت القنبله والله خفت شوي ايه بالونه شوف هذه بالونه انفقعت وطلع فيها فلوس تستاهل كم الحمد لله كم 300 100 لي و200 لولد طيب الان باقي اربع دوائر والدور عند عبد الله ونقول بسم الله اوه وش اللون اصفر اصفر انا وقفت لاني ما ادري وش بالضبط لا اصفر اصفر سم بسم الله ونط يلا اصفر يلا يا ابوي لا ضيع وقت يا ابوي والله توت يلا والله اشوف هذه الدوائر كلها راحت يلا 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 بسم الله سم بسم الله سوي كذا وتدوس ترى يمكن مو مويه لا يهمك صدقني ايه مسوي تعرف شوف صدقني عدوله مويه يعني هنا كور طيب عدوله ثلاثة اثنين واحد وشوف شاطين وتراب سلام سلام وصل سلام عليك يا ابو صبعي سلام وخر شوف وش طلع تراب طين الله يسعدك والله يا رجلك شكله رهيب هلا والله سهل هلا لا عشت شوت طيب الان دور دحوم باقي ثلاث دواء بسم الله اخذ انت مين؟ اللي بالدور دور لا يعني دحوم اخذ واحده اوه اخضر جيبوا لي الكرسي اخضر والكرسي اخضر دقيقه شباب ناخذ لقاء هذه اخر واحده لي واتوقع انها تراب كيفه نسوي الحركه دي يلا عدوله مغرسه عدوله ثلاثة اثنين واحد وسلم قنبلة بلونة على بكة واخر واخر بلونة بسم الله ووو جزا بكة مش واخر بسم الله فلوس 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 مش يطلع ايش فيه؟ لا فلوس لا بس نفس الحركة نفس الحركة طلع له بالونات بس يحسب لنا زي بيطلب فلوس بس للاسف اسمع كلام في صنين ايش طلع لك؟ بالونات يعني احلى من يعني مويه ولا شيء صح بالونات بس ما في فلوس يلا
طيب باقي دائرتين وباقي عبد الله وسعد. حبنا رقم قص من ذا. يلا عشان اللي يختار مين؟ حجر القص. لا حجر القص هو اللي يختار. اللي يفوز. ايه. حجر رقم قص. حجر رقم قص. اوه. اختر يا الدائرة هذه أو هذه. طبعا معليش تكسر علينا وكذا ضبطنا الأمور. يلا. اختر. هذه. أكيد. شيك. تبي تقول شيك. أشوف فيونك شيء شيك شيء. ما بيني شيء. بسم الله. حسان. حسان لي. سعود ترى. ما أدري يلا كيف. هذه يعني. كيفك سعد؟ أنا صحتك. دقيقة. سعد. يلا بسرعة عجل. غيرت. يلا راح هناك. ايش دوتك شيء انت؟ ايه خفت. ايه تحاول تطل. لا سعد ما انصحك. بس تبي تتوتر وتغير رايك. ثلاثة واحد. مويا سويتها ها؟ مين اللي جاني بومو؟ خير مجنون انت. الحمد لله. طيب الان اخر دائره ما عليك خيار ثاني. سم بسم الله ونط لنصعد. يا رب ثلج ولا صابون ولا الدوله. ثلاثه اثنين واحد. بس فاضي شكله. ما حسيت بشيء. اوه فاضي والله اني من قلبي زعلان. بس طيب من هنا وصلنا لنهاية التحدي. ان شاء الله كنتم استمتعتوا بالفكرة واستانستوا وغيرتوا جو. فريلتي كبرت. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة يدعمنا كثير. نشوفكم ان شاء الله في التحدي الجاي. مع السلامة.